بعض يا شباب. طب اقول لكم اي حاجه عندي اي سيستم في بشتغل فيه بالسيرفو داينامكس او اي سيستم في الدنيا في اي حاجه انرجي، انا يا باخد انرجي من سورس ثاني يا بخسر سورس ثاني. او عندي مكعب ثلج مثلا فهو عمال يسحب انرجي ايه؟ عمال يسحب كيو من الهواء عشان هو اسرع منه مثلا. هي الحاجه السيستم بتاعك هل هو بيسحب كيو بيطلع كيو بيطلع ورك؟ يعني لو انا عندي مثلا بيستون سلندر كده رحت مسخن هيحصل ايه في البيستون ده؟ اتحرك لفوق صح؟ يبقى انا خدت ايه هنا؟ ورك. طب هل الورك ده انا جبته منين؟ جبته من هيت. يعني في الاخر كل الانرجي سورسز بتودي ايه؟ لبعضها. انا لازم ادخل لو هسحب انرجي من حاجه يا اما جواها انرجي يا اما جزء انرجي اصلا واخدتها تاني. فهو ده القانون بيقول لك ان انا عندي سيستم ايا كان بقى السيستم ده شكله عامل ازاي؟ عندي سيستم كده وفي انرجي داخله وفي انرجي خارجه. طبيعي برضه ممكن يكون في انرجي ستورد جواها، يعني ممكن بسخن ميه فالميه دي درجه حرارتها بتعلى ففي انرجي ستورد. لازم الثلاثة دول يكونوا عاملين مع بعض بالانس، ما ينفعش يكون السمشن بتاعهم ما بيدكش في الاخر ايه؟ زيرو. يعني اللي داخل قد اللي خارج او قد اللي خارج واللي بيتسجل واللي بيتخزن عندي. فطبيعي لو انا دخلت انرجي هتبقى بتساوي الدلتا اي ستورد زائد الاي اوت. ده عامة كده القانون زي ما قلت لك قانون بقاء الطاقة وقانون برضو الايه؟ الفيرست لوس اوف انرجي. اسمع معايا القانون. لو انا داخل انرجي عندي السيستم هي هتتخزن لو تطلع على طول على حسب بس السيستم بتاعي هيعمل ايه؟ ممكن يخزن ويطلع، ممكن يطلع بس، ممكن يخزن بس على حسب. يعني ممكن اكون عايز ان السيستم بتاعي عامل حاطط مثلا ايه؟ سيستم شكله عامل كده وعازله كويس قوي ما بيسربش اي حراره خالص ورحت انا مسخن هيحصل ايه؟ الانرجي انا دخلت انرجي ان فتره حراره صح؟ الانرجي ان دي كلها هتروح فين؟ كلها هتروح ستور مفيش انرجي اوت. ونفس وفي سيستم ثانيه بقى حاجات ثانيه ممكن كل الانرجي كلها بتطلع بره. يعني لو انا مثلا عندي ايه؟ عندي مثلا ماسوره كده ماشي فيها فلو انا خدت سيكشن الماسوره قطعت سيكشن كده وبص عليه مش ده داخل فيه فلو وخارج منه فلو؟ ماشي؟ هل في الحته دي الجزء ده من الماسوره يحصل فيه اي تجمع للانرجي؟ لا ما بيحصلش اي تجمع، هو اللي بيخش بيخرج، يبقى اصبح هنا مفيش ايه؟ ستورد. فعلى حسب انا لما تشوف مسالتك فيها انرجي يا انرجي داخله يا انرجي ستورد يا انرجي خارجه تعملهم بالانس مع بعض وتطلع المطلوب منك. هو ده ايه؟ كل شغل الفيرست لوب. الفيرست لوب بقى بيشتغل فيه بيبقى عندك نوعين من السيستم، عامه في شغل السيستم داينامكس ليها نوعين من السيستم عندك، حاجه اسمها كلوز سيستم واوبن سيستم. احنا كنا اتكلمنا عنهم بسرعه قبل كده. بس نتكلم عنهم تاني كده. الكلوز سيستم يسمى كنترول ماس. ليه كنترول ماس؟ علشان ما فيش ماس كروسنج الباوندري. بالظبط. هو خلاص سيستم مقفول زي ده كده بالظبط. حاجه مقفوله ممكن يكون شكله عامل كده مثلا هو مقفول خلاص على نفسه وجواه شويه ماس. انا هحتفظ بيهم هبدا اسخنهم بقى واوردهم واعمل فيهم شغل انا عايزه. ممكن مثلا بيستون سلندر. فبرضه السلندر هيتحرك معايا بس الناس اللي جوه ايه؟ ثابت مش هيتغير. فانا بقدر اقول ان ايه؟ ان الدلتا ام والدي ام دي تي ايكوال زيرو مفيش تغير في الماس مع التايم الماس ثابت. طيب في بقى ايه؟ الاوبن سيستم او كنترول فوليوم. ايه بقى بص كنترول فوليوم ده؟ ده غالبا يعني اغلب الوقت بيبقى عندي سيستم كبير مثلا زي الماسوره دي كده. انا عندي ماسوره كبيره الماسوره دي طويله ممكن تكون اطوالها الاف الكيلومترات. يعني مثلا بنشوف المواسير بتجي مثلا الغاز مثلا من روسيا اوروبا الحاجات دي مواسير طويله جدا. طيب الماسوره دي انا ممكن اجي اقطع حته فيها صغيره كده واقول انا هندس الحته دي اشوف خارج ايه وداخل ايه وخارج ايه وحصل لوسز ايه وحصل لوس قد ايه في الحراره حصل لوس قد ايه في البريشر حاجات واقعد ادرسها. ده كنترول فوليوم. انا باخد فوليوم معين انا مثبته ببدا ادرس في الحته دي زي ما انا قلت لكم كده هنقطع حته معينه ونبص فيها. هل الفوليوم اتغير هنا؟ ما اتغيرش. هو داخل شويه فلو خارجين شويه فلو من هنا وانا بدرس ايه؟ ايه اللي حصل في التغير وباخد في حساباتي ان في حاجات داخله وحاجات خارجه معايا. ممكن سيستم في حاجات داخله وحاجات مش خارجه، ممكن تانك. يعني لو عندي تانك كده في ماسوره بتدخل جواها ميه مثلا. ده كده برضه الميه عماله تخش انا مثلا مش بسحب. ممكن بعد شويه
اقفل ده كده وابدا اسحب صح. يعني انا ممكن يعني انت هتلاقي المساله ليها اشكال كتير مختلفه. انت هتشوف انت شكلها فيها ايه وتحط انرجي في عندك. ماشي نبدا بقى نخش في نتكلم اكتر شويه برضه. عايز اروح لو انا عندي سايكل فاكرين السايكل اللي كنا بنشتغل الدكتور شرحها واحنا كنا شرحناها برضه في اول السكشن. لو عندي سايكل مقفوله على نفسها كده انا ببدا عند نقطه واحد بعدين بتحرك لاثنين ثلاثه اربعه وارجع واحد ثاني. انا كده الفلو بتاعي حصل له تغير من نقطه من الانيشال بوينت للاند بوينت. لا الانرجي ستورد بزيرو لان انا حصلت انتفانت بالظبط. انا مشيت كده رحت راجع تاني اصبح مفيش اي الفلو بتاعي ده مش حاسس باي تغيير. هو شايف ان انا كنت عند درجه حراره مثلا 100 وبريشر 1 بار رجعت تاني عند 1 بار تاني. انا مش شايف اي تغير حصل. انا رجعت في نفس النقط تاني. تقدر تبدا معايا السايكل تاني من اولها ونكمل كده طول ايه طول العمر مع بعض. هو مش شايف اي تغير فيبقى الدلتا اي ستور هنا بزيرو خلاص كده. طب لو الدلتا اي ستور بزيرو مش انا هنا عملت عمليات على الجسم ده على الفلويد ده مش انا دخلت له حراره وسحبت منه ورك وعملت معاه وعملنا هو شغل مع بعض. يعني قعدت اديله شويه حراره بعدين هو اداني شويه ورك وقعدنا نعيد السايكل دي شويه. طب ده بيبقى معناه في ايه؟ ان في انرجي حصل لها اكستشينج بس هو ما خدش اي حاجه منها. طيب انا لازم اعرف ان مجموع الانرجيز كلها هيديني ايه؟ هيديني هم مساويين لبعض عشان يديني زيرو في الاخر. يعني انا لو خدت لو اديته شويه حراره وهو اداني شويه ورك لازم يكونوا مساويين لبعض. الا طبعا لو في شويه لوسز. اللوسز دي حاجه ثانيه احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا ما فيش لوسز. لو اديته حراره هيديني كلها في صوره ورك. يعني انا دخلت مثلا كيو برقم معين هتلاقي الورك عندك هنا ايه؟ هو الكيو دي. هو بالظبط عشان ما فيش اي دلتا انرجي ستور. عايز اتكلم عن حاجه في حاجات اسمها في بروبرتيز بتبقى معتمده على الباس في بروبرتيز معتمده على البوينت بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي نقطه هنا واروح نقطه ثانيه هنا ممكن امشي النقطه دي باص ثاني شويه صح كده؟ طيب في حاجات بتتاثر لما اغير الباص بتاعتي وحاجات ما بتتغيرش ما بتاثرش. يعني ايه مثلا؟ هات درجه الحراره هنا انا كنت عند درجه الحراره دي واحد وهنا مثلا عند تي 2 مثلا وهنا مثلا ايا كان في 2 في 1 مثلا وفي برضه في 1 وفي في 2 هل دول اتغيروا؟ بالظبط دول معتمدين على البوينت بتاعتي على الست اللي انا فيها. ما هو مش شايفين انا مشيت ازاي. المهم انت وصلتني فين؟ انا عايز اوصل للبريشر 5 بار. انت وصلتني 5 بار تمام خلاص انا مبسوط قوي كده. تمبريشر انت وصلتني التمبريشر بتاعتي خلاص انا كده ايه وصلت التمبريشر بتاعتي. ماكش اقوى وصلت منين بقى؟ زي ما انت تركب تاكسي كده اتفق معاه مثلا هدفع لك ايه؟ انا هدفع لك 15 جنيه هتوصلني فين؟ هتوديني الدقي مثلا هدفع 15 جنيه خلاص هتمشيه بقى من اي حته هتمشيه بقى من هنا من جنب الجامعه هنقعد نلف حوالين بعض شويه وبعدين نرجع نروح الدقي. طب ما احنا وصلنا في الاخر الدقي انا وصلت الدقي ودفعت وماليش دعوه باي حاجه خلاص. ده الفكره انا وصلت ومرتاح. نفس الكلام هنا. طب في حاجات بقى بتتاثر في الباص اللي انا مشيته. الورك مثلا تفتكر بيتاثر ولا ما بيتاثرش؟ اكيد بيتاثر. هو الورك اصلا كان تعريفه ان هو ايه؟ دي دي في. لما غير الباص اللي مشيه طبيعي الكيرف بتاعي بيتغير طبيعي هتلاقي الورك بتاعي اتغير شويه. في شويه حاجات بتتغير. طب ده ايه طيب؟ زي مثلا بيبقى عندك ايه؟ هي ببساطه كده انت لو عندك سلم كده هتطلع والناحيه الثانيه فيها اسانسير وانت واقف. طب ما طبيعي انت لو طلعت على السلم هتوصل هنا. لو طلعت على الاسانسير هتوصل هنا تمام. بس انا في انهي مجال تورك اكتر؟ السلم طبعا. هي دي الفرق. انا وصلت لنفس الستيت بس نزلت ورك ايه مختلف شويه. في شويه حاجات ده ما بتختلفش تاني. زي ايه مثلا؟ زي الفرق ما بين الورك والكيو. تقول ايه؟ الديفرنس ما بين الورك والكيو. الديفرنس ما بين الورك والكيو اتغير المفروض ثابت فعلا بس الورك والكيو نفسهم بيتغيروا. يعني الورك والكيو بيتغيروا بس الديفرنس بينهم ثابت بس هنتكلم بعد كده. انا مثلا لو حركت من هنا كده البوينت عندي هنا فاكرين لما كنا بنطلع عند البوينت كنا بنروح نطلع يو واتش والحاجات دي. الحاجات دي كنا بنطلعها عند بوينت ولا بنطلعها عند ستيت؟ عند بوينت. هي بتعتمد على الديفرنس بين تو بوينتس. زي ما احنا قلنا اصلا لما وصفنا دي الانترنال انرجي فالانترنال انرجي ماشي علاقه انت وصلت ازاي. دي الانرجي بتاعت الجسم نفسه. دي الانرجي بتاعت الجسم نفسه. هو ماشي علاقه انت وصلت لايه. دي الانترنال انرجي مثلا عباره عن ايه؟ الطاقه اللي الموليكولز واخداها. فالموليكولز واخد الطاقه منين؟ من البريشر ومن التمبريتشرز.
فبتبدا تتحرك تخبص بعضها تعمل مع بعض كوليجن تطلع انرجي عشان تتحرك بسرعه اعلى تتحرك بسرعه اقل ده اللي بيفرق معاها فهي مش فاهمه برضه انا وصلت ازاي يعني هي مش شايفه وصلت. هي لها علاقه انا وصلت للبوينت ازاي فتلاقي يو والاتش برضه ايه دول ستيت بارامتر او بوينت بارامتر بيعتمدوا على البوينت اللي انا فيها مش معتمدين على الباس اللي انا مشيت زي ما قلت لكم عشان هم معتمدين دول على الانرجي اللي جوه المولكيولز نفسها الانرجي بتاعتي اللي انا خدتها عشان اوصل للبوينت دي غيرت بقى درجه الحراره غيرت البريشر ده اللي بيختلف معايا في الايه في اليو اتش حتى اليو احنا لما قلنا ايه قلنا انها ام سي في اليو كنا بنقول ان اليو مثلا ام سي في دلتا تي بس دي مش معتمده على انا بكره ولا لا هي معتمده على البريشر والتمبريتشر يعني معتمده على البريشر والتمبريتشر بتاع النقطه اللي انا فيها وبتختلف عند كل نقطه يعني يفترض ان تختلف عند نقطه ساعه الحلام ثبتنا مثلا من الحل بتاعها انا ما فاهم فانا بالنسبه لي زي ما قلت لكم فده دليل ان ايه اليو مش هتتاثر بالباص اللي انا مشيته برضه دلتا اتش نفس الكلام بس الاتش ايه يعني دلتا يو دلتا اتش بس فرق ده سي في بدل ما تبقى سي بي برضه السي في دي برضه ايه فانكشن بريشر والتمبريتشر ده بقى الشكل العام عندنا للقانون ايه؟ للقانون بتاع الفيرست لوز. هو جاي منين؟ جاي زي ما قلت لكم دلوقتي انا لو ما بعمل ستور الانرجي كل كيو اللي هاخدها هتروح فين؟ في الورك يبقى فعلا دلتا كده تطلع بيساوي ايه؟ دلتا ورك. طب دلوقتي لو انا بستور شويه انرجي هتتاخد منين؟ من فرق الكيو والورك دول. يعني انا دخلت انت بقى عندك سيستم ده ما بيبقاش ماشي ايه؟ مش ماشي بشكل ثابت، انت بتعمل ايه؟ انت بتدخل شويه كيو وبتدخل شويه ورك بعدين تقوم واخد ورك بعدين تقوم واخد كيو ويحصل نوت يعني بيحصل ايه لفه كبيره جدا بتقعد السيستم بيقعد يعدي كذا مرحله. طيب الدلتا اي ستور دي المفروض تطلع بقى ايه؟ ناتج اخد كل الانرجيز دي كلها واجيب الفرق بينهم تطلع هي الفرق اللي هيفضل لي جوه والله دخل لك 10 وخرج لك 8 ده التوتال يبقى فاضل لك ايه؟ 2 مثلا. طب دخل لك 8 وخرج 10 يبقى انت تاخد منك 2 يعني ده انت عوضت الفرق ساعتها. طب الاي بقى دلتا اي دي الاي بتاعت السيستم. طب الاي بتاعت السيستم دي مكونه من ايه؟ السيستم بتاعي ايه الانرجيز اللي ممكن تتعمل جواه؟ ما ينقلش كيناتيك وبوتنشال و اول حاجه الانترنال يعني زي ما اتكلمنا قبل كده جايه من حركه الموليكولز جايه من الحراره جايه من الفشر بتاعتي جايه من الانرجي اللي بتاخدها الموليكولز نفسها. بص اللي بتاعته هو ايه؟ ودي الانرجي بتاعت بقى ايه بتاعت الفلو بتاعي كله. بعد كده ممكن يبقى عندي ايه تاني؟ ممكن يبقى عندي الفلو ده بيتحرك. طب في كاريتيك انرجي. يبقى نص ام في سكوير. ممكن برضه يبقى عندي بوتنشال انرجي، ممكن يكون بيتغير الارتفاع بتاعه. فدلوقتي دي الانرجي ممكن تكون موجوده عندي، غالبا عندنا بتلاقي البوتنشال مجمله، ما بناخدهاش معانا. يا يعني غالبا بتكون اختلافات صغيره جدا، بس انت السيستم بتاعك هيحصل فيه تغير ايه في الزد يعني؟ حاجه بسيطه جدا. فانا الاحوال ما بتلاقيش معاك، ممكن ساعات تلاقيه معاك يعني حطه في دماغك بس هو في الوقت مش هيكون معاك في الحل. النص ام في سكويرد مش دايما بيكون معاك برضه. يعني مش كل مره بيكون معاك في المساله، بس انت ممكن يبقى عندك سيستم السيستم مثلا الكلوزد الاوبن سيستم بتاعك هتلاقي فيه الفلو بتاعك اترست جواه، يعني ممكن اترست ممكن بيتحرك على حسب الايه؟ السيستم بتاعك. فدي الايمج دي ايه اللي موجوده عندك. نفك بقى القانون الكبير ده دلوقتي
حسبت انا دخلت كيو وخدت ورك او انا دخلت كيو دخلت ورك وخدت كيو وخدت ورك وخدت تغير في ايه؟ الانرجي اللي جوه. طب هل المعادله دي حاليا واخده في حساباتها الانرجي دي الانرجي اللي ستورد جوه السيستم بس واخده في حساباتها ان في فلو بيخش ويخرج؟ لا مش واخده في حساباتها الفلو ده. يبقى ده اشتغل بس فين؟ الكلوز سيستم. لان انا ما عملتش حساب ان في فلو داخل وفلو خارج او في انرجي داخل في حاجه داخل وحاجه خارجه. يعني في ماس داخل وماس خارج. انا قلت ام 2 ام 1 اللي هم المفروض بيكون هنا ايه بيساوي بعض. لو ده ايه؟ لو ده كلوز سيستم. طب لو اوبن سيستم بقى يحصل ايه؟ هتلاقي عندك داخل لك اصلا شوف ده كده ايه واخد الانرجي اللي ستورد في السيستم بتاعي. طب ايه اللي فيه انرجي برضه داخله وخارجه؟ وايش داخله وخارجه يا عم ازاي؟ هيبقى عندي ماس خارجه كده. ايه الانرجي اللي ممكن تبقى الماس اللي خارجه دي؟ اكيد برضه عندها انترنال انرجي. ماشي. وعندها برضه كينيتيك انرجي. وعندها برضه بوتنشال انرجي. في انرجي بقى ثانيه عندها كمان. مش الجسم ده يبذل طاقه عشان يخرج من السيستم بتاعي عشان يتحرك يخرج من السيستم بتاعي؟ اه يعني هو بذل طاقه عشان يتحرك ويخرج من السيستم ده. اللي احنا كنا بنشتغلها قبل كده كنا بنقول ان احنا عندنا الطاقه ممكن نشغلها بنوعين، ناخدها عن طريق ميكانيكال ورك او عن طريق ايه؟ انترنال انرجي. هنا برضو اكيد في حاجه اسمها فلو انرجي. ايه فلو انرجي دي؟ الطاقه اللي بتخلي الجسم ده اصلا يتحرك يخرج من مكانه عشان اقدر اهرب من جوه الكنترول فوليوم بتاعي ده. انا محطوط جوه الكنترول فوليوم، طب اهرب لازم في انرجي بخسرها في الهروب ده. الانرجي دي هتبقى ايه؟ بي في البي. خلاص كده؟ دي الفلو انرجي بتاعتي اللي انا بدفعها عشان اخرج من السيستم بتاعي. طب دلوقتي انا عندي بيو والبي في دول صلبي كانوا بيساووا صلبي. يبقى انا ممكن اقول الانرجي بتاعت الانرجي اللي خارجه او اللي داخله عندي هي الاتش زائد نص في سكوير زائد ايه؟ دي زد. نزودها هنا بقى كده وبقى انا عندي خارج وداخل. فانا هاخد الاول اللي خارج ام اكزت مثلا مضروب في اتش اكزت ده اللي خارج. اللي داخل برضه هنضيفه في حساباتي. يبقى انا عندي ام ان ده كده الشكل العام بتاع ايه؟ الفريس لو اوف سوبر ماكس. شكل معقد شويه ومليان كتير بارامترز كتير، بس هو الشكل ده انت مجرد ما تعرفه تفهمه انت تفهم الاول كل ترم جنين. لا احنا الكلام مسكنا كل ترم وشرحنا هو جنين. انت تفهمه مع الوقت بتحل هتلاقي نفسك حفظته، يعني انت مش حفظته بس خلاص عرفت ايه دخلك عليه بتكتبه لوحدها كده. هتخش على كل مساله تبدا تبص عليهم. والله مسالتي دي فيها ام داخل ولا ما فيهاش ام داخل؟ فيها ام خارج ولا ما فيهاش ام خارج؟ طب فيها ام ستور فيها هي فيها ماس اصلا موجود جوه في ستورد انرجي جوه ولا في ستورد انرجي جوه؟ انت بتبقى شايف بعينك. واغلب المسائل يعني 90% او 80% من المسائل بتلاقي الجي زد والفي سكوير مش معاك. فبتلاقي ناخد ايه؟ ام يو ام اتش ام اتش وبس. بس ده 80% من المسائل مثلا. لا في 20% بيجي فيهم الفي والزد يعني. انت بعينك بقى مع الحاله كده هتعرف امتى شيل حاجات منها وامتى ما تشيلش حاجات منها. دلوقتي انا دلوقتي هستخدمه لما يكون حد اوبن سيستم اللي هو كله كده كله. فدلوقتي هو يعني ماشي في اوبن سيستم شكل اللي هو الماس اللي الماس داخل والماس خارج موجودين. ماشي. الماس بقى اللي جوه هو الماس اللي داخل والخارج ولو في برضه في اصلا. ايوه الماس اللي داخل وصلك على نفسنا عشان نبقى فاهمين ايه اللي حصل. ده السيستم بتاعي كده. مبدئيا في كيو داخله في ورك داخله في كيو خارجه في ورك خارجه. ماشي؟ احنا مش عارفين ايه دي داخل ولا دي خارج. ممكن في ورك داخل بس او ورك خارج بس او كيو داخله بس او كيو خارجه بس. وعندي ام ان ده داخل جوه السيستم. وعندي ايه؟ ام اوت. وعندي ام موجود جوه اصلا كان ام واحد في البدايه. افرض ام الام ان اكبر من ام اوت هيحصل ايه في ام واحد؟ هيزيد. هيبقى ام 2 اللي هو هيساوي ام ان لا ام واحد بلس
ام ان ماينس ام اوت. طب افرض ام اوت اكبر من ام ان، هيطلع ام ان ماينس ام اوت ده بالنيجاتيف، يبقى ام 1 بيقل، يبقى ام 2 اقل من ام 1. فانت ده دي فكره ام 1 وام 2. افرض انت عندك اصلا كلوز سيستم ومفيش ام ان وام اوت، يبقى ام 1 بيساوي ايه؟ ام 2. هتلاقي بقى الايه القانون ده خد شكله معاك، شكله عامل ازاي معاك؟ لو نفترض مثلا ما فيش ام 1 وام 2 دلوقتي، اول حاجه مثلا اول حاجه كان في حاجه اول الكيو اللي داخله دي، انا مدخل كيو ورك صح كده، واعتبرت الكيو بوزيتيف والورك ايه نيجاتيف. طب انا اصل انا اعتبرت ده بوزيتيف وده نيجاتيف، انا عامل لنفسي واحنا بنحط القانون ده حطينا لنفسنا اشارات معينه دي اللي انا ماشي عليها. يعني ايه مثلا؟ انا بقول لك لو عندي سيستم كده ومدخل وانا اللي مدخله ورك، ده ورك انا عملته على السيستم بعتبره نيجاتيف. طب ليه بعتبره نيجاتيف؟ عشان دفع على السيستم بالظبط. انا دفعت حق الورك ده، دفعته ازاي؟ يا انا جبت موتور مثلا حركت موتور خليته يلف لي شافت اديني ورك، انا حركت البيستون ده بحاجه، انا عملت ورك دفعت حقه انرجي اصلا دخلتها للسيستم فانا خسرانها. طب قول ده بالنيجاتيف. طب انا عندي ورك خارج، ده ورك دان باي اعتبره بوزيتيف. طب ليه بوزيتيف بقى الورك اللي خارج ده؟ كسبان، انا كسبان الورك ده. لو عندي مثلا تربينه بتلفف لي بدخل فيها شويه فلو بتقوم ملفه لي شافت، الشافت ده مش هستفدت بحركته، يبقى انا عايز الورك ده وبعتبره هو ايه؟ ده البوزيتيف بتاعي، ده الحاجه اللي انا خدتها من السيستم انا استفدت بيها. ده بالنسبه للورك. طب لو انا مدخل كيو اعتبرها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بعتبرها بوزيتيف. يعني دي انا دفعتها في السيستم بتاعي. انا اللي مديها للسيستم، وانا مديها عشان اخدها في شكل فلوس حاجه ثانيه. يا انا بعمل بيها ستور انرجي، يا انا بديها له عشان يديني مكانها ورك، انا دافعها عشان اخد بيها حاجه. فعشان كده بعتبرها ايه؟ بوزيتيف. طب الكيو اللي خارجه زي الكيو اللي كانت رايحه من كوبايه الشاي كده في الهواء، هي كيو راحت وفي حركه انرجي، انا استفدت بيها في حاجه؟ خلاص هي راحت مني مش عارف ارجعها تاني. فانا بعتبرها ايه؟ نيجاتيف. حتى هتلاقي لها الكيو هي ماينس الورك عكس في الاشاره. عشان مثلا لو انا مدخل كيو بوزيتيف واخد ورك، يبقى الورك ايه نفسه ايه؟ بوزيتيف برضه، يبقى هما الاثنين بيردوا بعض في المعادله، يبقى المعادله فعلا ايه؟ بالانسد. فهمتوا الحته دي؟ حته ليه الكيو بوزيتيف والورك بوزيتيف؟ الورك في الاوبن سيستم وكلوز سيستم، احنا كنا في كلوز سيستم كنا شرحناه هو ليه؟ قلنا ان الورك في الكلوز سيستم كان بي دي في ده كلوز سيستم. الورك في الاوبن سيستم هو عكس هو ليه مالك في دي في دي؟ انا بنشرحها قدام لما نشرح الانتروبي، يعني او لما نشرح السكك لوب. فخلوها دلوقتي ايه؟ ما نتكلمش عنها دلوقتي، هي ليها يعني ليها اثبات وجايه من حته معينه وهنتكلم فيها، بس انت خدها دلوقتي ايه؟ انها نيجاتيف. لو جالك قدامك مساله خدها انها نيجاتيف في دي في دلوقتي معاك. بعدين هنتكلم هي ليه بتتعكس وليه بتبقى نيجاتيف في دي في او بي دي في. فده معناه لو انا عندي سيستم كده ولازم البي في دايجرام بتاعه. ده كده كان الورك اللي كنت باخده فين؟ في الكلوز سيستم. الورك برضه في الاوبن سيستم بقى موجود فين؟ على الاكس الثاني. يعني ده كده مثلا؟ ده كلوز سيستم. لكن اللي بتعامل بالعكس ده كده مثلا؟ ده الاوبن سيستم. بس ده الفرق بين الايه؟ الورك ده والورك ده. برضه عايز اقول لكم بطريقه ثانيه. الاول قلنا الفيس لو شكله عامل ازاي، هو ان بيساوي دي ستور ناقص الايه؟ دي اوت. طيب الاي ان دي كده كده، لو انا عندي مثلا
لو انا عندي سيستم كده ودخله هنا كيو وباخد منه ورك الاي ام بتاعتي هتساوي ايه؟ كيو اللي انا مدخلها بلس الام ان صح؟ طب الاي اوت انا باخد ورك طبعا الاي ستورت هي الام 1 الام 2 في بقى في المعادله دي اللي هي يو 2 بلس نص بي سكوير المفروض انتقي مش هتمنع لا ده الستور ما هو الصلبي تجمع الاثنين على بعض يدوك ايه صلبي فكرة انت لو خدت 3 دول احنا عارفين دول ايه ليش دخلنا لو خدت لو خدت 3 دول وجينا عوضت يوم هنا وقعدت تلف المعادله هتوصل في الاخر برضه لايه؟ دي دي فهم كلهم يعني ايه هي بتيجي كلها من بعضها انت خدتها كده هتوصل في الاخر برضه وصلت ايه؟ حفظت القانون ده ممكن ما تحفظش القانون ده ممكن تبقى فاهم دي تحطها تمام جوه الامتحان مش مشكله براحتك يمشي معاك اسرع ومريحك اكتر تمشي بيها طب لو جيت خدت بقى المعادله دي وقسمتها على الطايب ماشي هيحصل ريت طب الريت ده بشكله عامل ازاي؟ كيو دوت ماينس دبليو تسوي الـ MN الـ لا لازم تاخد بالك من الترتيب عشان أني بوزيتيف وأني نيجاتيف الأوت ماينس الـ M انت ايه ستورت اوعى تقول بتعمل غلطه الام ده حاجه ثابته اوعى تيجي تقول الام بتاعها هقسمه على التايم ام دوت ده مش فلو يعني الفرق قوي بين ام 2 وام 1 لا طيب استنى بص الموضوع ده مش فلو ام 2 وام 1 دول ما بيحصلوش فلو ما ينفعش تقول لي فلو ريت لكن الام دوت ما ينفعش تقول لي ام دوت 2 ده مش فلو ريت الام ده ماس موجود قاعد مكانه كده مش بيتحرك انت فاهم الفكره؟ فمش هتقعد تلف على نفسك ومش لاقي نفسك المعادله دي بس لكن في الشمال يعني هنا الام اكس والام ان ودول ام دوت هتحط ام دوت لان ايه؟ ده معدل دخول ام ومعدل خروج ام لكن ام 2 ده في معدل تغير ليه بس انت ما تقولش ام دوت 2 يعني ما تقولش ام دوت 2 عشان مفيش حاجه اسمها ام دوت 2 مفيش فلوريت بيحصل هنا ده حاجه انت واخدها بعمل كل نوع من الانرجي على تي بالظبط فانا رسمت كيو خليتها ايه كيو دوت اللي هي دلوقتي بدل ما هي كانت مثلا كيلو جول بقى كيلو وات دي برضه بدل ما هي كانت كيلو جول بقى كيلو وات طب ده بدل ما هي كانت كيلو جرام بقى كيلو جرام على السكن ودي بدل ما هي كانت كيلو جرام بقى ايه كيلو جرام على السكن مش مكتوبه هنا زوم جديد لا ايوه انا فاهم لا بس مش يعني بس ما ليش هي دي فلوريت تاخد بالك انا مش فلو يعني ما بيحصلش فلو تقسمها على التايم يعني قول هقسمها على التايم عادي يعني ده عمليه حسابيه هو هنا عشان كده كاتب ليميت دلتا تي ايكوز تي لا ده عشان بياخد تغير يعني في اقصى في اقل حاجه بياخد اقل تغير بيحصل انت يعني فهمت الفكره هي بس مسميات يعني هتقعد تقول هتطلع حاجه مش مظبوطه خلاص هو لو قسم على دلتا تي كده كانه بيجيب افريج فعشان كده خلى الليمت تنس تو دي اللي هيحصل بقى عندك ان انا هديك يا اوبن سيستم يا كلوز سيستم فانت بص والله كلوز سيستم يبقى والله ده كلوز سيستم يبقى تصفر كل الكلام ده اوبن سيستم هتبص الاوبن سيستم ده
في فلو داخل ولا مفيش فلو داخل؟ في فلو خارج ولا مفيش فلو خارج؟ طب في دلتا اي ستورد ولا مفيش دلتا اي ستورد؟ وتقوم مصفر دايما الحاجه اللي ايه اللي انت هتحتاج تصفرها. طب لو انا بقى عندي في حاجه اسمها ستري ستيت، ايه بقى الستري ستيت ده؟ ماس ان كور ماس دلتا ماس ان. ده بيحصل لما يبقى عندي ام دوت ان يساوي ام دوت اوت. طب ايه اللي حصل لما ام دوت ان يساوي ام دوت اوت؟ هما الاثنين بيساووا بعض، حصل ايه دلوقتي؟ ام 2 بتاعي هو هو ام 1 تمام، مفيش غير في الام، هو ام 1 ثابت معايا ايه؟ طول المساله. طب ايه تاني حاجه بتحصل؟ مفيش تغير كده في الاستور الدلتا اي ستور. لا هو ممكن يكون في تغير دلتا اي ستور ده عادي، ممكن يكون مدخل حاجه تغلط تخرج، بس انا في الستري ستيت ده لا ما يطبقش الا لو كان الدلتا اي ستور بتاعتي بزيرو. يعني ايه الدلتا اي ستور بتاعتي بزيرو؟ نفترض مثلا عندي كومبريسور، عارفين الكومبريسور بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الكومبريسور؟ بيضغط الجاز. فانا داخل كده مثلا بيتعمل لي كومبريسور واخرج من هنا صح كده؟ الفلو اللي خارج من هنا الام دوت هو هو ولا مش هو هو؟ في حاجه قاعده جوه الكمبريسور؟ مفيش حاجه قاعده جوه الكمبريسور. وهل في انرجي ستورد جوه الكمبريسور؟ لا مفيش برضه انرجي ستورد جوه الكمبريسور. انرجي دخلت دخلت لي كذا حاجه، دخلت لي سولد ورك، دخلت لي سولد انرجي داخله، خرجت معاه دي انرجي سولد ايه؟ لو خارج. يبقى كله بيساوي بعض. حصل يبقى الدلتا اي ستورد دي دايما ايه؟ عندي هنا ايه؟ بزيرو. فجاه انا مثلا قايل ايه؟ خلاص دي بزيرو. ده لو انا كنت شغال ايه؟ سيدي ستيت. حاجه ثانيه في الستي ستيت مش ام دوت اوت هو هو ام دوت ان. انا نفسي في اخر المعادله دي كلها بصص على كيو دوت ماينس دبليو دوت يساوي ام دوت بتاعي اللي هو بيساوي ام دوت اوت بيساوي ام دوت ان مضروب في اتش اوت ماينس اتش ان بلس ما راح حصل لي كده. يبقى المعادله في اخر بوصل صفر زي ما قلت لكم على ايه؟ كيو دوت ماينس دبليو دوت تساوي ام دوت دلتا اتش بلس دلتا في سكوير على الاثنين بلس جي دلتا زد. واغلب الوقت انت بتعمل دلتا زد دي والفي سكوير ممكن تبقى في مسائل لازم تهملها او ما تتكلمش عنها، فتلاقي نفسك في الاخر ممكن الستي ستيت بتاعك بايه؟ بيصفصف على ام دلتا اتش مثلا. هنا مثلا مسألة زي الكمبريسور دي لأن الفلوس بيفرق لأن بيطلع لي فلو بسرعة أكتر. يعني أنا بدخل فلو بطلبها بسرعة أكتر مثلا. فلو قلت لك مسألة كمبريسور هبقى مديك نفس السرعات. ممكن برضه أديك زد أو ما أديهولكش براحتك حسب المسألة جاية إزاي وبيحاول يسهل عليك قد إيه وبيصعب عليك قد إيه. فأنت بتلاقي إحنا اللي بنعمل كل مسألة. هنقعد نعمل كده إيه؟ نوصل في الآخر لأبسط نبدأ بالمعادلة الكبيرة دي. نبدأ نشطب منها حاجات. نوصل أول حاجة نعرف السيستم بتاعنا أوبن ولا كلوز. تاني حاجة نعرف خصائص السيستم ده عاملة إزاي. نبدا نشطب حاجات نوصل في النهايه شكل مبسط نقدر ايه نحل المساله. احنا النهارده مش هنحل حاجات كتير، ممكن نحل مساله او مسالتين بس. هو ايه؟ هو خلاص هنبدا يعني قربنا نبدا نحل مساله ومسالتين ونبدا. حد معاك كتاب؟ هو المفروض ان احنا هنكمل الفيرست لود في السكشن الجاي. السكشن الجاي هيكون اول سكشن في رمضان. هنحل تقريبا اغلب السكشن، يعني ممكن نشرح بس اخر حته اللي هو الدكتور مش عارف المحاضره بعدين بقى نخش خلص؟ لا لسه هو كان ناقصه بس يعني ناقصه اخر مساله. ايوه هي دي يعني هنكمل يعني المهم احنا الشرح اللي احنا فيه وبعدين بقى نخش ان شاء الله في نحل شويه مسائل كده حبه بقى حلوين في السكشن كله يبقى حل يعني.
هي مسألة 4.2 تقول لك انا الوقت عندي اشخاص قاعدين في السراوندنج بتاعهم، الشخص ده هو قاعد عمال يطلع حرارة، هو جسمه سخن عمال يطلع حرارة، فبيطلع قد ايه؟ يقول لك الشخص الواحد بيطلع كيلو قدرها كيلو دوت بقى عشان ما ادالك في التايم كيلو جول بير اور، ده الشخص الواحد. فقال لك طب انا عندي 2000 شخص قاعدين في اوديتوريوم، الاوديتوريوم ده يعني زي مكان كبير كده زي مثلا مسرح حاجه زي كده، مكان كبير قاعدين فيه تجمع كبير كده. فدلوقتي انا عندي الاوديتوريوم ده جواه اشخاص عمالين بيعملوا ايه جوه؟ عمالين بيطلعوا هيت. طب هو هنا اتكلم هو بيقول لك سبوز ذا فنتيليشن سيستم فيلز. يعني ايه الفنتيليشن سيستم فيلز؟ مفيش هوايه. الفنتيليشن ده نظام التهويه. هو بيقول لك فيلز، طب نظام التهويه ده لما يقف معناها ان الهواء اللي جوه بيحصل فيه ايه؟ ما بيتجددش، ما بيخرجش، يخش مكان هواء جديد. فالهواء هو هو، اصبحت عندي هنا كلوز سيستم والاوبن سيستم. كلوز سيستم. وانا اول حاجه عرفت ان هو ايه؟ كلوز سيستم. جميل. بيقول لك بقى الاشخاص دول الانترنال انرجي بتاعت الاير، هو دلوقتي بيتكلم عن الاير. الانترنال انرجي بتاعت الاير بتزيد قد ايه في خلال 20 دقيقه؟ اول ما الفنتيشن ده يبدا يقف. هو مبدئيا السيستم بتاعي هو في الحته دي هيبقى هو اللي هيخش لل. طب بس انا عايز الاول اعرف السيستم، امشي خطوه خطوه. انت قلت السيستم هو ايه؟ الاير. اصبح انا بتكلم، انا دلوقتي بدرس الاير بس، ماليش دعوه بالاشخاص، انا بدرس الاير. يبقى الاير هو السيستم بتاعي. طب والبيبول يعتبروا زي الانفايرمنت حواليه، يعملوا ايه بقى؟ يدخلوه حراره. طب انا باخد ورك هنا، باخد اي حاجه؟ لا. يبقى انا كده عرفت السيستم بتاعي، عرفت اوبن ولا كلوز، وعرفت ايه الانرجي اللي موجوده عندي. طب بيحصل ايه في الاير ده؟ هو بيقول لك اصلا عايز دلتا يو، يعني هو بيتغير فيه اليو بيتغير فيه. بيحصل تغير في السرعه؟ لا. بيحصل تغير في الزد؟ انا عرفت اول حاجه. يعني انا مبدئيا القانون الكبير ده انا ما عنديش ورك. وما عنديش ام اكزيت. وما عنديش ام ال، خلاص كل ده ايه؟ بره معايا. فاضل لي ايه؟ فاضل لي دول. طب دول هل بيحصل تغير في الفلوس فيهم؟ مفيش. طب تغير في زد؟ طب المسألة في الآخر تتصفت على ايه؟ كيو تساوي ام 2 يو 2 ماينس ام 1 يو 1. طب ام 1 وام 2 دول ايه؟ مش بيساووا بعض اصلا؟ يبقى الكيو بيساوي ام ايه؟ يو 2 ماينس يو 1. في حد قال ام دوت؟ هي ام دوت؟ دي مش ام دوت، لان مفيش فلو اصلا، هي واقف مكان. طيب طب الكيو هنا دي مقسومه على التايم، يبقى انا برضه قاسم هنا ايه؟ على التايم. خلاص؟ الكيو بتاعتي كيو دوت. طب الكيو دوت بتاعتي بكام؟ 400. بس هو في المساله بيتكلم معايا بالمينت، يعني هو عايز يعرف حصل قد ايه في 20 مينت. فهو مقسم ال 400 دي على ايه؟ على 60 عشان حولتها من ساعه لمينت. طب هي كانت كام؟ كانت 400 ايه؟ 400 كيلو جول. خليها زي ما هي كيلو جول دلوقتي. عندي كام شخص في المكان موجود؟ 2000. كل واحد فيهم بيطلع 400 لوحده. يبقى الكيلو ده خلال 400 على 60 في 2000. 20 كمان؟ لا هقول لك 20 هتحطها فين بقى؟ اليوم بتاعتنا دلوقتي كيلو جول بير مينت. طب الماس اللي عندي؟ هل انا عارف ماس اللي عندي؟ ايه؟ انا عارف ماس اللي عندي؟ انا مش عارف. بس انا مش محتاجه. انا هنا عندي ام دلتا يو على التي. هو طالب الديفرنس في الانترنال انرجي كلها. فالانترنال انرجي كلها هي مضروب اليو في السبيسيفيك انترنال انرجي. تمام كده؟ انا مش محتاج اصلا اعرف الماس كام، انا هجيب اليو كام. خلاص؟ بص هو عايز التغير في الايه؟ هو كاتب لك في الانترنال انرجي. طب الانترنال انرجي دي معناها ايه؟ الماس بتاعك في السبيسيفيك انترنال انرجي كله، معناها الترم ده كله ام دلتا يو كلها. يعني هو مش عايز تغير في السبيسيفيك انترنال انرجي، هو عايز تغير في الانترنال انرجي توتال. مقسومه على التايم اللي هو بكام؟ 20 مينتس. ب 20 مينتس. وانا مثبت هنا كيلو جول بالكيلو مينت، ولو جيت بصيت على اليونتس هنا هتطلع لي كام؟ كيلو جول بالمينت. يبقى انا كده المعادله بتاعتي بانست في اليونتس، بانست في كل حاجه. هنعوض هنطلع معانا اليو.
ده كده التغير في ايه؟ في اليو. طب بعد كده بيجي بقى يقول لك في المطلوب الثاني، طب انا عايز بقى اعتبر الاوديتوريوم ده بالبيبل اللي جواه كله سيستم ومفيش هيت ترانسفير بيحصل للسراوندنج، ايه التغير في الانترنال انرجي؟ كيو زيرو. اصبح عندي سيستم مش تغير جواه الاير وجواه البيرسونز. طب بيحصل ايه برضه؟ مش البيرسونز لسه بيصير حراره والاير لسه بياخد حراره؟ بس كله بيحصل فين؟ جوه السيستم. جوه السيستم يصبح الدلتا يو بتاعت الكام؟ زيرو. هو بيقول لك ليه بقى؟ فخسر ليه؟ هتقول له عشان الدلتا يو اللي بتخسرها اللي بيخسرها البيرسون بيكسبوها الاير. هو دول بيخسروا حراره ده بيكسب حراره. فاصبح الانرجي ايه؟ ثابته عندي خلاص. يعني انا في الاول الاير كان هو السيستم بتاعي، انا دلوقتي الاير بالظبط انا بختار السيستم بتاعي. فانت المساله لازم تختارها كويس. انا جايبها ليه؟ عشان اقول لك انت المساله تحدد السيستم بتاعك وتحدد نوعه وتحدد السراوندنج. هنا السراوندنج كانوا مين؟ كانوا البيبل. هنا السراوندنج كان ايه؟ هو قال لك مفيش سراوندنج، قال لك انا عايز السراوندنج بس. قال لك انا عامل عزل. ما خلاص مفيش اي حته وفي بيحصل. يا هو يا بالظبط كده. بص انا عايز احل مساله كمان بس عشان الكويس طويل شويه فناخد الكويس على طول. فاكيد في نقطه في النص هي لازم اعملها انتربشن عشان اجيبها. تمام؟ بعد ما جبت بقى البي نفس الطريقه برضه اكمل بقى واجيب اليو اتش نفسه برضه الانتربشن هو هو. مش هحتاج ليتش يا مجرمين. انا مش كاتبه مش هحتاجه اكيد. طبعا نكمل بقى اللي عملتها التمبريتشر عندها برضه لو هتحسبوها تطلع ايه؟ ب 212 دي سي. ماشي خلاص انا كده جبت النقط كلها عندي وعايز بقى ابدا احسب الحسبه بتاعتي. طبعا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني حاجتين الكيو والورك. في السكشن اللي فات لما اتكلمنا عن حته الكيو وقلنا ان في كلوز سيستم والاوبن سيستم الفرق بين الكيو انت بتحسب كده بتحسب كده والانسالبي لما كان الانسالبي هو انت بيبقى الكيو وانت بيبقى اكبر من الكيو. قلنا ان السيستم زي ده كده مقفول انا ما دخلتوش اي ورك. طبيعي الديفرنس كل اللي حصل حصل عن طريق ايه؟ انترنال انرجي. انترنال انرجي لا سيبك من الانرجي دخلت لي كل الفرق الانرجي اللي حصل لي جوه انا باخده منين؟ بس كله من الكيو. يبقى اكيد ان الكيو تحت دي هي فرق الانصاب فرق التوتال انرجي. كنا شرحناها بالتفصيل السكشن اللي فات قلنا ان الكيو هي تغير الايه؟ امتى تكون تغير الام دلتا اتش وامتى تكون الام دلتا يو. فهنا انا الكيو بتاعت ام دلتا اتش انا ايه؟ في الكلوز سيستم بتاعي وبسخن بس ما بعملش اي ايه؟ ما بديش اي ورك انا للسيستم بتاعي. فخلاص انا كده كده حاسب ال عشان شغال على السيستم اللي جوه. ماشيتش ازاي؟ دلتا يو تقول ايه؟ مش شغال على دلتا قبل جوه السيستم من جوه. ماشي يبقى دلتا يو مش دلتا مش علاقه. بس اقول لك حاجه مش احنا عندنا القانون بتاع الفيرست لو بيقول لك ان كيو ماينس الدبليو بيساوي الام دلتا يو. ايوه صح كده؟ ده الكيو ماينس الدبليو يعني في شويه راحوا في الايه؟ شويه راحوا في الدبليو. طب الكيو دي كلها بقى جت منين؟ راحت فين كلها؟ هو مش الدبليو هنا بزيرو؟ لا الدبليو هنا مش بزيرو. بص بقى انا عندي كذا كيو انا عندي اثنين بروسس يبقى عندي كيو لكل بروسس وعندي دبليو لكل بروسس. يعني انا في الاول هبدا اسخن لحد ما البيستون ده يرتفع يوصل هنا صح كده؟ العمليه دي ليها كيو لوحدها. طب بعد كده مش انا هبدا اسخن تاني في كونستنت فوليوم دي ليها كيو تانية. طيب يبقى انا كده عندي اثنين كيو عندي كيو 1 اللي هي من هنا لهنا كده عندي كيو صح كده؟ طب عندي ورك في اول واحده بس عندي ورك. طب من هنا لهنا كده عندي كيو. طب عندي ورك بس فانا عندي كده 2 كيو وعندي 2 ايه ورك. بعد ده احنا كنا عشان عرفت ان الكيو دي بتساوي هنا ام دلتا اتش لان انا الكيو ماينس الورك كلها بتساوي ام دلتا يو لان الفرق بينهم انا دخلت كيو. انا هنا في السيستم بتاعي دخلت شويه كيو وخدت منهم شويه ايه؟ ورك. فالباقي هيقعد فين؟ انترنال انرجي جوه السيستم انترنال انرجي. طب الكيو اللي انا دخلتها دي هتعمل لي بقى الفرق ايه؟ الفرق في التوتال انرجي بتاعي كله.
اللي هو ام دلتا اتش. فانا عندي في اول بروسس اللي هي بروسس 1 2 الكيو بتساوي ايه؟ ام دلتا اتش. خلاص الام بتاعي ب 5 الاتش بتاعي هنا كام؟ ب 1448 ناقص 63.6 يطلع في النهاية ب 6926 كيلو. أنا كده حسبت الكيو. عندي بقى كيو مالا سورك بيساوي ام دلتا يو. ده كده الفريست لو بتاعي أصلا. أنا معايا الكيو بتاعتي لسه حاسبها. ماينس الورك بتساوي الام بتاعي في الدلتا يو اللي أنا مطلعها هنا 60.6 ودي 1378 يبقى ده كده برضه بايه؟ الورك من 1 ل2 خلاص كده؟ يبقى احنا حسبنا البروس الاولانيه اللي هي من 1 ل2. طيب البروس الثانيه بقى هحط الفيرست لو فيها هلاقي اصلا ما عنديش ايه؟ مفيش ورك اصلا ورك. يبقى الكيو بتاعتي هي بالظبط ايه الام دلتا يو. تمام كده؟ اه اخر حاجه المفروض نسيبها على الدي في. المفروض انا بقى في نقطه هنا كده في السب كود صح كده؟ بقى تسخن هيحصل لي ايه عشان بدات اسخن؟ ماليش رزق على كونستنت بريشر. طيب خط الكونستنت بريشر احنا كنا متفقين ان خطوط الكونستنت بريشر هتلاقيها عامله كده. تمام تمام. بس هل انا هسخن هوصل كده هروح لغايه السوبر هيتد ولا وصلت لغايه فين؟ انت اول حاجه وصلت لل انا هوصل لاثنين. نقطه اثنين دي فين؟ لسه في السب كول. الويت ريجن. الويت ريجن الويت ريجن يعني هنا كده صح؟ يعني افترض مثلا انها نقطه اثنين دي هنا. تمام. طيب يبقى خلاص ده كل ده كده ايه؟ مش معايا. طيب بعد كده هبدا اعمل ايه بقى؟ سخن لغايه الساتيوريتد. هسخن عند ايه؟ كونستنت فوري. شوفها عامل ازاي هنا على الدي في. حط فوق كده يبقى دي شكل الايه؟ البروسيس بتاعتي. حد عنده سؤال في المسأله دي؟ انا بس عايز نعيدني على الكيو ام دلتا اتش وام دلتا. بص وانا كنا عملناها من مره بالاثبات بس هقول لك حاجه هقول لك فاهمها ازاي بطريقه سهله. دلوقتي انا هنا كده نمسح كده. طيب خلاص هنفترض ان انا عندي سيستم كده انا عمال اسخن فيه تمام كده. التوتال انرجي بتاعتي جايه لي منين؟ الكيو. الكيو مفيش انرجي جايه لي من اي حاجه. انا ما باخدش انرجي من حد بره غير الايه؟ غير الكيو بتاعتي. تمام انا مدخل دلتا كيو دي الانرجي بتاعتي كلها. هل انا دخلت ورك؟ هل انا دخلت اي حاجه ثانيه؟ طيب احنا في الاول خالص لما قلنا التعريفات قلنا التغير في توتال انرجي هو ايه؟ في مقياس دوري. قلنا الانصاب بي ده هو التوتال انرجي بتاعتي. قلنا هو بيساوي اليو بلس ساعتها كان اليو بلس البي بي بلس اي حاجه عندي موجوده هي في الاتش دي. اي حاجه بتخش في السيستم ده بتخش في الاتش. فانا هنا مش داخل لي غير الكيو. يبقى خلاص الكيو دي كلها هي دي اللي هتزود لي زياده في الايه؟ في الاتش بتاعي. تمام كده؟ طيب الاتش ده بقى هينفصل معايا. انا باخد بقى من السيستم. انا دخلت كيو دي انرجي ده دخلتها عملت فرق في توتال انرجي. طب التوتال انرجي دي بقى انا هحس بيها في صوره ايه؟ هاخد منها ايه هنا؟ هاخد منها حاجتين انترنال وانترنال وانترنال هاخد منها الانترنال والورك. الانترنال اللي هو دلتا يو بلس الورك. يبقى انا لو سخنت بس ده اللي بيحصل عندي. انا باخد توتال انرجي بدي توتال انرجي للسيستم بتاعي هو بيرد لي في صوره انترنال انرجي وايه؟ وورك. وافرض بقى ان انا عندي حاجه تانك كده بصمت كده ما بتتحركش خالص. خلاص؟ بقى ده سخنه.
خلاص. هل هنا كده انا عندي اي ورك بيتعمل الانرجي كلها هتروح في صوره ايه؟ انترنال. مش هيكون في اي ايه؟ صدقت ايه ولا مش هيكون في اي ورك بيطلع، فكله هيروح في صوره حراره ظاهره بتدينا انرجي. هيبدا المولكيول بتاعتي تاخد انرجي كتير تبدا تتحرك. هو انا خدت اي ورك؟ خدت اي حاجه؟ لا ما خدتش اي حاجه. بس صح. هي برده جايه من تعريف ايه؟ من تعريف اصلا ال ام. فاكره لما قلنا السي بي والسي في؟ قلنا ان السي بي ده عند كونستنت ايه؟ بريشر. والسي في عند كونستنت ايه؟ فوليوم. ده بيكون اكبر من ده. وقلنا ان السي بي ده لما دلتا اتش ام سي بي دلتا تي. وقلنا اليو ام سي في دلتا تي. صح كده؟ انا هنا حتى كنت كونستنت ايه؟ بريشر. فطبيعي ان انا اشتغل بايه؟ بالانصابي. لكن انا كنت ايه؟ او في المساله دي برضه كنت ايه في مرحله 2-3 طبيعي ان انا اشتغل بايه؟ بالدلتا يو. يعني انت عايز تجيبها كده نفس تجيبها كده بنفسك، بس انت اهم حاجه تكون عارف امتى بستخدم الانصابي وامتى بستخدم الايه؟ الانترنال انرجي. بس على حسب المساله بتاعتك. انا بحب اخد دايما عامه من حته الايه؟ ان انا يعني ابقى شايف الموضوع ماشي ازاي يعني. انت عايز تمشيها كونستنت بريشر كونستنت فوليوم تمام، بس دي ممكن تخونك في اوقات. لكن الفكره انت فاهم انا بدخل ايه وده بيطلع لي ايه، ده اللي هيجمع هتلاقي نفسك وصلت ان شاء الله صح. يعني انا ممكن استعمل ام سي بي دلتا تي او ام دلتا تي؟ لا مش هنا. ده ام سي بي دلتا تي تستعملها فين بقى؟ الايديال جاز. الايديال جاز انا هنا في الستيم. في الستيم. في الستيم يبقى ام دلتا اتش. هو مديني دلتا اتش ثابته. الراجل مش بتعبني يقول لي روح احسب بقى سي بي وسي في. هو الراجل اصلا مديني على طول اتش. ده مش ايديال جاز. تمام. هو مديك على طول دلتا اتش ومديك على طول دلتا يو. مش محتاج تروح تحسب حاجه. البريشر اللي انا رسمته ده رسمت لحد اول النقطه بتاعت الويتيج. انا عارف ان هي كانت توصل لحد النقطه بتاعت الويتيج. يعني عرفت ان هي وصلت لغايه النقطه دي هنا؟ لا المفروض هي وصلت لحد النقطه اللي عليها الكيرف وبعد كده بقت كونستنت فوليوم. ماشي مشكله. لا النقطه انا قلت ما وصلش النقطه اللي عليها الكيرف. النقطه دي احنا فين؟ لا في نقطه مش مكتوبه هي دي؟ ايوه عرفت ان نوصل عندها؟ انا لما جيت حطيت نقطه 2 لقيت نفسي فين؟ جوه الوتريجن. طيب جوه مش ماشي. انا جوه الوتريجن. طب عشان اوصل للنقطه دي اصلا انا مشيت على باث اسمه ايه؟ طب الكونستنت بريشر. انا مشيت في الاول كونستنت بريشر لما ده اترفع على هنا. طيب الكونستنت بريشر شكله عامل ازاي على التي في؟ انا اول بقى قلت لك اصلا ايه؟ قلت لك كونستنت بريشر. انا اول بلس عندي كان كونستنت بريشر. الكونستنت بريشر شكله عامل ازاي؟ خط مايل كده، بعدين جوه الويت ريجن بيبقى خط مستقيم كده، بعدين بيبقى مايل تاني. صح ولا لا؟ طيب انا وقفت في نقطه جوه الويت ريجن، يبقى الباقي ده مش معايا خلاص. يبقى انا من هنا عرفت ان انا الباص اللي انا مشيت عليه. عرفت ان انا لو وصلت من 1-2 لازم عشان اوصل امشي كده، لان انا عارف ان انا مشيت كونستنت بريشر. بعدين مشيت كونستنت فوليوم. بس كونستنت فوليوم يعني خط، يعني الفوليوم ثابت كده. تمام؟ Thank you.
انا تسعه اقول لك ايه هو حاط بيستون بين هنا كده في اتش 2 وهنا كده في اير ومديك شويه البروبرتيز بتاعت الاتش 2 بتاعت الاير في كل في النقطه الاول في البدايه عامه فقال لك وزن الاير والبريشر والتمبريتشر اللي كانت موجوده في الاول بعدين اداك وزن الـ وزن الـ وزن الوتر وقال لك انها ساتوريتد فيبر ماشي وبعد كده قال لك بقى نيجليكتد بيستون ريت والكلام ده كله هو عايز يحسب الفوليوم بتاع هو عايز يحسب الفوليوم بتاع الميه والفوليوم بتاع الاير دي اول حاجه اول مطلوب منك تحسب فوليوم الاير وفوليوم الميه بعد كده بيقول لك انا هبدا اسخن الميه دي هبدا ادخلها كيو طب انا لما ادخلها كيو هيحصل لها ايه البيستون يتحرك هيبدا الفوليوم بتاعها يزيد شويه فتزق البيستون ده لفوق فيبدا يتغير عندي كل حاجه بقى يبدا البريشر وكل حاجه تتغير عندي لان انا عندي الناحيه الثانيه في ممانعه من الاير ده الاير ده هيبدا يضغط برده مش هيختلف بقول لك ان انا هبدا اسخن لحد ما اوصل الاير فوليوم اللي جوه ده لنصه يعني انا كان عندي في اير هنا الفي اير الجديد هيساوي نص في اير واحد هفضل اضغط لحد ما اوصله لنص هو عايزك بقى عايزين بقى نحسب التمبريتشر بتاعت الفيبر والتمبريتشر بتاع عايز تمبريتشر فاينل هنا بيقول لك ان التي فاينل ب 25 دقيقة فيه. مش مدينا اي موضوع تاني كمان هي دي موضوع تاني طيب هنبدا بقى نشوف المقطعات دي واحده واحده كده ونشوف هنطلع منها ايه يعني هي درجه الحراره ما اتغيرتش في الاير خالص هو بيقول لك ان الفاينل هي الاولانيه هي هي ما اتغيرتش ماشي اول حاجه عندي هنا هو قال لك البشر 200 كيلو باسكال وقال لك نجلكت البيستون ويت ده طب البشر في بشر بيطلع على هنا لازم حاجه ترد عليه من هنا يا البشر يبقى ايه؟ هو طالما في ايكوليبريم هو البريشر خلاص انا عرفت هنا الايه؟ البريشر عرفت هنا البريشر والتمبريتشر ومعايا هنا البريشر ومعايا هنا برضه الايه؟ الاكس يبقى انا كده اعرف اجيب اي حاجه عند النقطتين دول طيب هنبدا اول حاجه من الاير انا معايا البريشر خلاص 200 الفي مش معايا الام معطى انا كده جبت ايه في الاير خلاص اول في عندي عايز بقى اروح اجيب الفي قطعه هو انا مش دي ممكن اجيبها من اول نقطه في الاول نقطه في ال سوبر 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 ابص على 200 كيلو باسكال اللي هو 2 بار الفي عند اكس 1 في كام؟ انا كنت فاكر ان هو اكس ايكوال 1 يعني ده على الخط بتاع على الكيرف نفسه مش مع البيتشر لا اكس ايكوال 1 دي انا هو على الخط يعني هو سنتيمتر في على الخط فعلا على الخط فعلا اخد الفي شيت يعني انا ده قصدي مش محتاج ان انا اجيبها من لا لا مش هتعرف من الفي شيت يعني ده الفي شيت بتاعه تمام طيب الفوليوم بتاعي الفوليوم بقى بتاع الميه هيبقى الفي جي اللي انا طلعته مضروب في الماس بتاع الميه خلاص انا معايا الفي جي هيطلع ب 1.60 متر يبقى انا كده جبت الفوليوم بتاع الاير والفوليوم بتاع الميه طب الفوليوم توتال بتاعي هيبقى ايه؟ الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض انا لما اضغط في اير هيتغير صح؟ طب الفي ووتر هيتغير؟ طب الفي توتال هيتغير؟ توتال لا توتال ثابت خلاص انا استفدت من المعلومه ان الفي توتال عندي ثابت هنا تمام هو بعد كده قال لك انا ابدا بقى اضغط لحد ما وصلت الفي اير لنص يعني الفي اير الجديد بكام؟ 1.10 يبقى الفي ووتر 26 وانا عارف ان دي برضه 25 طبعا ساعتها الفي ووتر زي ما انت قلت كده بدل ما هي كانت 16 بعدها 26 انا محتاج هنا اجيب ايه؟ اجيب البريشر بتاعي
الاير ده لما تغطه هيحصل ايه البشر بتاعه؟ هيزيد يبقى يحصل ايه برضه البشر الميه هنا؟ يقل لا يقل ازاي؟ احنا لازم احنا في الاخر نوصل للاكوليبريم هيزيد اه بالظبط احنا نوصل للاكوليبريم يبقى في لحظه الاكوليبريم النهائيه دي البشر اللي تحت هو بيساوي فوق بالظبط فانا عشان اجيب البشر هنا محتاج احسب البشر هنا بكام؟ بالظبط معلومات هنا مش كافيه محتاج بريشر محتاج انا عارف ان انا عارف الفي فاينل بتاعي بس انا ما اعرفش اي معلومه ثانيه معاها فمحتاج البريشر فاروح اقول ان الفي في بتاعي بيساوي ام ار تي استعمل الفي الجديد والتمبريتشر هي 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 بس احط بقى التمبريتشر هي الجديده يطلع البريشر عندي 400 كيلو باسكال هو لو كده رقم ممكن على 500 عشان ما اعملش حاجة بسيطة يعني ابروكسيميت ارقام ابروكسيميت قوي يعني لو انت مثلا عندك 400 وفي الاخر في ارقام كده تمام عادي لكن 400 مثلا 450 لا ما ينفعش ابروكسيميت 440 ما ينفعش انا كده خلاص جبت ال 400 جبت 400 بقى عارف ان البشر بتاع 4 بار ومعايا الفي ممكن اروح اجيب منها الايه؟ سيك فوليوم اقسم الرقم ده على وزن الميه اللي عندي يطلع الفي بتاعي 1.4 طيب بعد ما جبت الكلام ده تعالى جيت على هدخل الستيم تيبل هدور عند 4 بار الفي ده بيحصل فين؟ هلاقي بيحصل في السوبر هيتر هخش اعمل انتربليشن عادي هيبقى قدامي كذا في ادور على مين دي الحركه حوالين الرقم ده واعمل انتربليشن طلع لي 971.8 دول مطلوب دول مطلوب مني اهو طالب مني في واحد وفي اثنين طالب مني التمبريتشر فاينل بتاعت الوتر حد عنده اي سؤال في المساله دي؟ واضحه؟ هو فين الفيرست لو هنا بقى؟ لا مفيش فيرست لو هنا ما تعرفش فيرست لو ما طبقناش بيه طب ليه بقى؟ طب ليه الشكل طب ليه حاططها هنا؟ انا بقول في الشيت وانا قلت احلها عشان اوريك بقى انا ضرب شويه لا هو تمام بس انا قصدي هو ليه حاططها في الشابتر زي ما كان حاطها في الشابتر اللي قبليه؟ انا مش عارف انا عمال ادور يعني ممكن تحط في البيور سبستنس المفروض انا بتكلم في كده بس هي هو ما ضربش حاجه علاقه انا بحلها في الاول كنت واقف في الاخر ليه ضرب كيو؟ او بس حاجه هو كده تمام بس احنا بندور نفسنا برضه على التفكير يعني انت ايه هو ممكن في اخر يوم تطلع الكيو هتفرق في الكيو انت كده كده هتطلع هنا بروبرتيز ولا بروبرتيز تحسب الكيو لكن انت اهم حاجه عندك في المساله خلي بالك يعني انا بقلق منه في المساله اكتر حاجه ان انت اصلا تعرف ترتيب النقط بتاعتك والنقط بتاعتك رايحه منين جايه منين دي المشكله انك تفهم اصلا القصه اللي بيحكيها لك فهي المساله دي يعني ظريف فيها شويه افكار كتيره يعني انتوا ما عندكوش حاجه ثالثه صح؟ عندنا كويز كنت عايز اخد منكم 10 دقايق كده ولا حاجه ده كويس ايه ده؟ ستريس في الجدول ما فيش حاجه ولا السكشن ده في الجدول ما فيش حاجه لا في في سكشن ماشي يا ابني بس الحاجات دي كت ماشي كت في قانون كده في السلايس كان موجود ان الورك بيساوي نيجاتيف في دي في ده في الاوبن سيستم تمام كده الدكتور قعد يعني كان في اثبات كده الدكتور المفروض انه عمله طلع لك في الاخر ان بتساوي ام على واحد ماينس ام في ام ار ما حصلش تي 2 ماينس تي 1 الدكتور عمل الاثبات ده في المحاضره صح؟ اه طب فاهمينه كويس؟ اه زي الفل مش فاكر انا عدى عليه برضه بسرعه كده عدى عليه يعني بس عشان القانون ده مهم تكون عارفه عشان ده اللي هيخليك تعرف تحل مسائل كتير جدا فيها الورك بتاعك عامه يعني عشان برضه بسرعه كده الورك القانون ده انت بقى عندك طبيعي الكلوست تقول مثلا ايه بي فار بي في فار ان ايكوز كلوست وانت زي ما كنا بنعمل في مسائل لما كنا بنقول بي دي في في الكلوست سيستم هتشيل الفي ده وتعوض مكانها من القانون ده فتقول ورك بيساوي نيجاتيف سي على بي بار واحد على ام في الدي بي هتكمل الكلام ده كده هيبقى النيجاتيف سي طبعا ده كونستانت بره التكامل مش دعوه بالموضوع خالص هيطلع لك البريشر شكله عامل كده بره التكامل عادي ده باور هتزود على باور واحد
واحد هتقسم على الباور تاني برضو في النهايه تقعد بقى تظبط الباور ده والكلام ده كله. هي مش المفروض طيب كده تبقى ان ماينس 1؟ ان ماينس 1 لو دخلت النيجاتيف ده. ممكن ادخل النيجاتيف ده كده ونقلب دول عادي بقت ان ماينس 1. طيب في الاخر كل تمام انت هتشيل السي ده وتديهم مكان ما انت جبته من الاول اصلا. طب السي ده كان بيساوي ايه؟ انا قلت انه انا شلت الفي وحطيت مكانها ايه؟ سي على في وراحت ماينس ان. يبقى لو شلت السي ده هحط مكانه في في بي باور 1 ماينس ان على ان. هدخل بقى الكلام ده جوه هنا كده اضربه هنا. طيب الفي هتيجي زي ما هي الفي كده. طب البي باور 1 على ان وهنا بي باور 1 ماينس 1 على ان. اجمع الباورين على بعض عشان اضربهم في بعض تديك ايه؟ بي في. وده في النهايه عندك طبعا عشان ده تكامل هيبقى ايه؟ كلام محدود. في 1 في 1 ماينس بي في 1 2 في 2 ماينس بي 1 في 1. هتشيل بقى البي في دي وتحط مكانها ام ار تي. يبقى ده الايه القانون. القانون ده بيكون عندنا عشان يعني مسائل ورك اغلبها بيتحل اغلب مسائل ورك هتلاقي ده محتاج القانون ده عشان ده مش هيبقى مديك الايه؟ مش هتعرف تعمل علاقه بين الفي والبي غير كده انك تروح تجيب الايه؟ الام ار تي بتحسبها. ام جدا سليم بتاع ايه؟ كان عندي حاجه بتضغط او حاجه حاجه بعمل فيها ورك. طيب الام بتاعها خلصت؟ ما الحته بتتقطع يا حته. بتاعتي اللي بتتقطع فيها بس ام ومش مش عارفين في البي في بيساوي ام ار تي. هتجيب بي 1 في 1 تحط مكانها ام 1 ار تي 1 وشيل بي 2 في 2 تحط مكانها ام 2 ار تي 2. يبقى في غلط في القانون بقى. اقعد في دي بقى ان على ان ان ماينس 1 مش فاهم. ايوه ايوه احنا غطينا خلاص شويه مسائل اهو مش مهمين يعني؟ مش هنحلهمش يعني. انا كنت هحل معاكم منهم حاجات بس في الاخر كده ممكن نرجع نحل منهم حاجات. مش هنحلهم يعني؟ لا النهارده يعني لا ما مهمين طبعا فيهم او حاجات بس انا كنت هحلها منهم حاجات بس ممكن الوقت ما يكفيش ما بتطلع حاجات انا شايف انها اهم يعني. انا كنت شايف هو بيقول لك هنا انا عندي كومبريسور اجمع على شباب ووتر كولد. هو بيقول لك انا عندي ووتر كولد كومبريسور بيطلع بيدليفر 1 كيلو جرام اوف اير. يعني عندي الام دوت بتاعي 1 كيلو جرام بير مينت والبريشر اللي خارج منه 10 بار والاير بيدخل عند 1 بار و27 دقيقة سيلس اللي هي 300 كيلو. هو بقى عايزك تحسب ايه؟ عايزك تحسب الاكزيت اير تمبريتشر التي 2 هو عايزك تحسبه. وبيقول لك ان البريشر الكمبريسور ده بيشتغل باللو تي في باور 1.3 ايكوال كونستنت. طيب عايزك تحسب التي 2 بتاعك اللي خارجه من هنا. بيقول لك معلومه ثانيه بيقول لك الكمبريسور ده ووتر كولد. يعني ايه ووتر كولد؟ يعني انا بدخل هواء اضغطه وفي نفس الوقت بدخل ميه هنا تبرد لي الكمبريسور ده. بدخل ميه تلف حوالين الكمبريسور بحيث انها تبرد الهواء اللي جوه وتبرد لي الكمبريسور بتاعي عشان ما يسخنش. فانا كده عندي حاجتين بيخشوا، عندي الهواء والميه. هو الكمبريسور اصلا بيسخن، هو اصلا بيعمله تبريد. هو بيعمله تبريد. فطبيعي ان بيحصل ايه برضه للاير اللي جوه؟ يبرد معاه. يبقى انا كده عندي الاير داخل وعندي نفس الميه داخل. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هو عايزك تحسب الاكس اير تمبريتشر. وعايز الباور اللي بيشغل الكمبريسور ده، عايز الورك اللي هتدخل الكمبريسور، وفي نفس الوقت بيقول لك ان لو الكولينج ووتر اللي داخله دي انا عندي كولينج ووتر داخل حصل فيها دلتا اتش بيساوي 63 كيلو جول لكل كيلو جرام.
احسب الام دوت اللي داخله. اشتغل كده واحده، نبدا واحده واحده معانا. اول حاجه عندي مطلوبه هي التي 2 بتاعتي، صح كده؟ خد مطلوبك واحده واحده، دي الجيفنز والمطالب بتاعتك خلاص. انا عايز احسب تي 2. طيب انا عندي علاقه بين الكيو، انا عندي ايه؟ واخد البي 1 واخد بي، عندي بي 2 وعندي تي 1. طب انا عندي علاقه بين الكيو والتي، عارف علاقه بينهم؟ هو مدي علاقه بين البي والفي. قبل كده برده كنا شرحنا ان احنا نعرف نجيب من البي والفي، اقدر اجيب علاقه بين الايه؟ البي والتي. ان انا لو عندي البي في باور 1.3 ايكوال كونستانت، وانا عارف ان البي في ايكوال كونستانت في التمبريتشر، اقدر اشيل الفي ده واعوض مكانه، يبقى انا عندي بي في تي على بي باور 1.3 ايكوال كونستانت، يبقى تمام كده. دي علاقه بين الكيو والتي، اقدر اعوض فيها بين 1 و2. اقدر اقول ان تي 1 باور 1.3 على بي 1 باور 1.3 يساوي بي 2 على بي 2، تمام كده؟ انا معايا التي 1 صح؟ ومعايا البي 1 ومعايا البي 2، ناقص لي بس ايه؟ بي 2. انا هحسبها تطلع ب 510 كده. طبعا كل التعويضات دي بقعد بايه؟ بالكلمه. مفيش عارف ديسكريسيف بقى، طالما دخلت ادي الجهاز اشتغل على طول بالكلمه. فالتي 2 ب 510 كلمه. تمام. انا كده حسبت اول حاجه انا محتاج، اول مطلوب عنده انا ايه؟ حسبته. طب ايه تاني حاجه؟ بقول لك عايز احسب ايه؟ الورك. طيب الورك ده عباره عن ايه اصلا؟ اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ اوبن سيستم. ده كلام غلط، اوبن سيستم. يبقى الورك هنا شغال بالقانون اللي هو ايه؟ نيجاتيف في دي بي، وده برضه سيلف لوب، والورك عندي نيجاتيف في دي بي. طيب واحنا اثبتنا من شويه ان الورك لما بيكون نيجاتيف في دي بي ممكن استخدم القانون ده فيه، صح؟ بص انا هعوض القانون ده، هو انا مديك الام خلاص، هتقسم بس رقم ده على 60 عشان الكيلوجرام كل سكن. فتقعد دي هنا معاك تي 2 ب 510، معاك تي 1 ب 300، والان جيفن بكام؟ تقول ايه؟ الورك ده بقى ريت صح؟ بقى ريت اه بالظبط، الورك ده ورك دوت شورت، لان انا هنا بطلع هو عايز اصلا الباور، فالباور اللي هو ورك دوت يعني. عشان برضه انا عوضت الورك دوت. في النهايه خلاص كل الارقام معايا. اول ما يطلع الورك دي انا ممكن استعمل اللاست كود بتاعت الانتجرال على طول، مش لازم البيت. قول ايه؟ ممكن استعمل القانون ده على طول، مش لازم على طول. اه هو القانون ده مثلا احمر زين، مش احمر زين. احمر زين يا جماعه، عشان انا هنا ان انا هنا المفروض عشان اطلع دي بضرب فوق وتحت في ايه؟ في ان. لو ضربت في ان فوق هيظهر لي ان فوق، ولو ضربت في ان تحت هتبقى دي ان ماينس 1. في نيجاتيف هنا اصلا. اي نعم، خليها واحد بس اعكس دول كده. يا مثلا يا احمر سين، لو هي غلطت فيها غلطه، انا اشتغل هنا كده لما ضربت ما قلت واحد ماينس ان، المفروض دي ان دي تبقى ان ودي تبقى واحد بس، فهي القانون بيطلع في النهايه عندك 1 ماينس ان. طب خليها في بس سوى اهم حاجه ان القانون مثلا عشان يديك الورك من ايه؟ من نيجاتيف اصلا. ليه؟ لان انا الورك هنا انا بديه للسيستم، مش انا اللي باخده، انا اديت الكمبريسور ورك مش خدت منه ورك. فالورك طلع بالنيجاتيف خلاص. يبقى الباور اللي هو طالبه تاني مطلوب ايه؟ انا برضه طلعته خلاص، هو طالب الباور منه. اخر حاجه بقى لك عايز الايه؟ ام دوت ووتر. طيب. احضرها بقى ام دوت ووتر.
لازم اطبق معايا القانون بتاع الفيرست لو. انا عندي ده عباره عن اوبن سيستم صح كده؟ ماشي. انا مدخل له ايه؟ صوت يا شباب، صوت يا شباب. انا مدخل ورك ومفروض انا دخلت خدت من هنا، دخلت المايه، المايه دي اتخذت مني ايه؟ يعني المايه دي سحبت اصلا كيو خارج، يبقى انا عندي كيو وعندي ورك. طيب اطبق الفيرست لو. تمام كده، ده اوبن سيستم، بعد كيو ماينس ورك بتساوي ام دوت دلتا اتش. طيب الكيو اللي عندي هنا هي الكيو بتاعت الايه؟ بتاعت الميه اللي خدتها الميه، انا ما اعرفش قيمتها لسه اصلا، ما اعرفش قيمتها. طب الورك فين؟ الورك اللي هنا، هو الورك اللي داخل عندي، الورك اللي انا مدخله للسيستم احطه برده بشرطه زي ما هو كده. طيب هيساوي بقى ام دوت بتاعتي اللي هي بكام؟ 0.16. دلتا اتش بقى ده ايديا الجاز هتساوي ايه؟ ام سي بي دلتا تي. سي بي بتاعت المايه يعني يستحسن تكون عارفها. هي مش الدلتا اتش جيفن اصلا؟ لا دلتا اتش بتاعت المايه. اه دلتا اتش ووتر. انا كده عوضت كل حاجه، فاضل عندي الايه؟ الكيو دوت. هتطلع في النهايه ب 0.852 كيلو وات. طب الكيو دوت دي راحت فين كلها؟ راحت في الوتر. يبقى هي هتساوي الام دوت دلتا ايه؟ اتش. انا دلتا اتش جيبن خلاص ب 63، فاضل لي بس الام دوت. تطلع في النهايه ب 0.135 كيلو جرام بير سكند، هو طلب منك بالكيلو جرام بير اور، تبقى 48.75 كيلو جرام بير اور. هو انا توت شويه في الحته دي، هو ازاي كيو ماينس الورك بتساوي ام دلتا اتش، وتحت قلنا كيو بتساوي ام دلتا اتش. بص افصل دي عندي خالص، افصل الحته دي عن الحته دي. انا هنا بطبق الفريست لو على ايه؟ هنا بطبقه على على الكمبريسور نفسه. قلت كيو ماينس الورك بيساوي ام دوت دلتا اتش. ام دوت ايه؟ ام دوت ايه؟ دي بتاعت الكمبريسور بتاعت الار. طب والاتش ده اتش ايه؟ اير برضه. خلاص كده؟ خلاص انا خلصت وحسبت الكيو دوت. تمام كده؟ تمام. رحت نقلت الخطوه ثانيه بقى، نقلت على الخطوه ايه خالص اللي هي فيها شورت اصلا. انا بطبق هنا الفيرست لو على، انا بطبق بقى الفيرست لو هنا على ايه؟ على الميه. انا خلاص طبقته على الاير. تمام؟ وصلت بالاير ان انا طلعت الكيو بتاعتي. طب الكيو دي كلها بتروح لمين؟ للميه. بتروح للميه. طب خلاص انا هروح بقى اطبق الفيرست لو على الميه برضه. يعني خدت سيستم الاير وخدت سيستم الميه. بالظبط كده، انا خدت هنا اول مره ده انا شغال في الاير. تمام. بعد كده بقى خدت الميه. المايه دي انا عندي فلوريد داخل وفلوريد خارج، وعندي دلتا اتش، وعندي ايه؟ في كيو داخل. كيو داخل. فطبيعي الكيو لو طبقت عليه فريست اول كيو ماينس الدبليو بيساوي ام دوت دلتا اتش. في دبليو هنا؟ لا. يبقى خلاص. تمام تمام. يعني تمام؟ اي سؤال تاني فيها؟ لا. Thank you.
شكلي كده لكن انا من هذا البريتس من هذا البريتس نعم عايزين بيصير ايه هذا النوع سلام سلام اذا كنا بروبيتس يعمل لنا كورس بروبيتس انت رقم عليك كم هذا الحمد لله بس ثلاثة أربعة خمسة ستة 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 عشان هتزيد كل حاجة شوية تاخد ايوه مهمة الثلاثة دول بس انا أربعة عند حجاج يعني أربعة عند حجاج انت في أربعة عند حجاج لا فاضل أربعة اه شفت أول أربعة فاضل أربعة زيادة خلاص يا عم حلوين هتلحق هتلحق يخلص قعدة جد كده هي قعدة جد بص احنا بكرة هنيجي كلية صح انت بكرة يوم كله سلم بكرة سلم خميس سلم خليه شوية سلم خليه شوية بس انا 29 اقول لك ايه انا عندي 2 ستيم تربين يعني الاثنين مع بعض يطلعوا 100 ميجا وات يعني الباور بتاع الاثنين على بعض طور بتاع الاثنين على بعض طلع كام؟ 100 ميجا وات وبيقول لك ان الاثنين داخل لهم نفس البروسيسور 4 ميجا باسكال و400 ديجري سيلسيوس بس وبيروح ايكوالي بين التو تيربينز يعني انا هنا كده لو عندي ام دوت فانا عندي برضه هنا ايه ام دوت هو نفس الرقم بالظبط مفيش فرق بينهم كل ده جاي في مساله عندك بعدين بيقول لك بقى ان الستيم بيخرج من التربال التانك الاولى دي وبيخش هنا على الهيت اكسشنجر ببرده بسحب منه شويه كيو بعد كده بيقول لك بقى اخر حاجه اخر جيفر عندك ان الريشيو بين الوات بين التربال بين الباور بتاع الفيرست تربال والباور بتاع السكند تربال 80% يعني ايه؟ يعني البي بتاع واحد بيساوي 80% طب انا معايا ان الباور توتال بكام 100 ميجا وات مش ده المفروض الباور بتاع الاثنين زي بعض تمام طيب ومعايا ان ده برده بايه 80% عايز ده معاتف مجموعين هقدر اطلع الباور بتاع كل واحده بكام خلينا نكمل بقى الورك دوت اسهل نقول الورك دوت بتاعي هنا بكام واحد مثلا هتطلع ب ميجا وات والورك دوت 2 تطلع ب 55 ميجا وات انا كل عملت معاها وات المعادلتين دول يعني هي انا عندي هنا معادله تفهم بقول ايه عوض فيها حلو خلاص كده انا جبت انا عرفت الباور متقسم ازاي بين الاثنين هو بقى بيبدا يحكي لك ان عندك شويه نقط هنا كده المطلوب منك في النهايه انك تقول له ان تقول له خارج الخارج هنا كده عند النقط الثلاثه دي عايز يعرف الكونديشن بتاعت الاكسيل وعايز يعرف الماس فلو ريت وعايز يعرف الهيت يعني هو مش عارف هو عايز يعرف الكيلو وعايز يعرف الماس فلو ريت بكام وعايز يعرف هنا الكونديشن بتاعتك ايه هو بيديك البريشر من الاخر هاخد التمبريشر واقول له انت فين بالظبط يعني النقطه بتاعتك دي فين ايه الكونديشن بتاعتها هي سوبر هيتد ويت ريجن سب كولد على فين بالظبط فاحنا عندنا شويه نقط كده لازم نمشي ورا الاول عشان نحسب المساله بتاعتها اخر حاجه انا عايز انك تعمل جدول عشان تقدر تمشي على النقط دي نقطة نقطة وتحط دي البروبرتيز بتاعتك ابدأ كده نقطة نقطة احنا عندنا كام نقطة هنا عندي أول حاجة نقطة واحد اللي هي دخلت أصلا لإيه؟ التربتين بتوعك هخش تربتين يخرج عند نقطة اتنين خلاص يبقى دي نقطة اتنين بتاعتي عندي برضه خارج التربتين دي مسميها نقطة تلاتة اخر حاجه نقطه اربعه اللي بعمل ايه؟ هيت اكسشنجر بتاعي. ايه البروبرتيز اللي انا بحسبها عند كل نقطه او الحاجات اللي جيفن عندي عند كل نقطه؟ اول حاجه الحاجات الاساسيه اللي انا عندك هي البي والتي. يعني انت تعرف النقطتين بتوعك والبريشر والتمبريتشر. وتبدا تحط بقى اي نقط ثانيه اي حاجات ثانيه جيفن معاك او ممكن انت تطلعها. فانا مثلا جيفن عندي اكس يبقى انا احط الاكس من بين الناس ايه؟ دي بقت النقط بتاعتي. نبدا كده نحط نقطنا بقى اول حاجه البريشر عند واحد بكام؟ 4 ميجا باسكال 4 ميجا باسكال او 40 بار.
طب تاني نقطة عندي هو مداني ايه؟ 10 كيلو باسكال. واحد بار. واحد من 10 ودي واحد بار. أول نقطة بس خلينا فيها لما عدى أول نقطة دي التمبشر بتاعتي كانت إيه؟ 400 ديجري سيلسيوس. تاني نقطة أنا ما عنديش تمبشر جيفن بس عندي الإكس إيه؟ جيفن. طيب نقطة تلاتة هنا واحد بار وما عنديش أي حاجة تانية جيفن خالص. نقطة أربعة بقى واحد بار. أنا عندي واحد بار الإكس بزيرو وعندي الإكس بزيرو. نبدا بقى واحده واحده كده نحسب ايه النقط اللي هتطلع فيها فين. اول حاجه النقطه دي جاهزه كده سهله اخش الستيب تي ولا اطلع منها الايه الاتش بتاعتها. النقطه دي برده نفس الكلام. النقطه دي برده معايا كل حاجه عندها. انا هنا انا معايا الورك بتاع التمرين 2 ده البار اوريدي جيت اوريدي انا حسبته معايا وهتلاقي ان انت بقى تطلع فرق الاتشال بتاعك. وبما ان ده اوبن سيستم هتعوض فيه عادي ام لون دلتا اتش. هو جيفن عندك ان البريشر 0.1 وان الاكس 0.85. خش الستيم تيبل دي في الويت ريجن اجيب لها بسهوله جدا بس اعمل انتربريشن واطلع الاكس عادي. انا معايا الاكس جيفن هنا. هل هنا انا عارف ان مفيش ايه؟ مفيش كيو والورك بتاعي كله ايه؟ معايا. خلي بالك ده ميجا وات فلازم تحوله انت بقى ايه؟ لكيلو. الام دوت الام دوت انا مش معايا مش عارفه بس دلتا اتش انا عارفه. يبقى انا كده الفترة عندي حاجة واحدة ما اعرفش ايه؟ الام دوت هحسبها. كده انا جبت الايه خلاص الام دوت بتاعتي. طيب اول حاجة انا هو محتاجها مني انا خلاص طلعتها له اللي هي الام دوت. طيب انا همسك في حنالي حاجة بقى مطلوب تعرض التلاتة ده. انا هنا كده معيش حاجه على النقط ثلاثة خلاص معيش غير البريشر ما اقدرش اطلع اي حاجه ما اقدرش اخش الستيم تيبل اطلع اي حاجه خالص عشان معيش اي معلومه غير معلومه واحده بس انا ما اعرفش انا فين. طيب عايز بقى اطلع حاجه ثانيه. طب انا عندي ايه ممكن استعمله؟ انا عندي الباور ممكن اطبق الفيرست لو برده على ده اجيب منه الانسالبي واجيبها من كده بالظبط كده ده بزيرو برده. الباور بتاعي انا عارفه ب 44 خلاص برده في 10 استرات عشان ده ميجا الام دوت خلاص بقى اصبح معايا جيفن. اتش 3 انا مش عارفها بس اتش 1 انا عارفها يبقى انا جبت كده اتش 3 خلاص تطلع 1 9 7 8 احنا عملنا هو الام دوت هو مدينا جيفن الام دوت ده هو الام دوت ديستريبيوت ايكوال بين الاثنين المفروض ان ده يبقى ايوه الدبل نيجاتيف فعلا هو اتش 3 هنا في نيجاتيف الدبل نيجاتيف لو عوضت اتش 3 هنا هيطلع لك المفروض يطلع لك اقل من اتش 1 من اتش 1 عشان يديك برده نيجاتيف ده في الاخر بقى في نيجاتيف اهو. هو انا كده هنا السيستم بتاعي هو التي 1 صح؟ السيستم بتاعي هو التي 1 انا خدت التي 1 ده كده تمام. في ورك خارج منها وفي مدود داخل ومدود خارج ومفيش كيو. الانثالبي اللي طالعه اللي هي اللي عند اتش 3 بقى وليه؟ الانثالبي اللي طالعه اتش 3 فانا كده حسبت اتش 3 خلاص كيلو جول بالكيلو جرام. يبقى اصبح عندي انا معلومتين خلاص عند الاتش عندي معلومتين خلاص عندي البريشر وعندي الاتش 3 اقدر اخش احسب النقطه دي فين بالظبط. هنخش بقى هنلاقي الرقم ده جوه الويت ريجن لما نحسب له الاكس هيطلع 6911 اصبح كده انا جبت 2000 بالظبط في الويت ريجن. انا عرفت ان الاكس بتاعتي اللي هي اكس 3 169 يبقى انا كده جوه الايه؟ الويت ريجن الويت ريجن خلاص. انا كده جبت المطلوب التاني اللي هو عايزه اللي هو النقطه دي. اخر مطلوب عندي هو عايز ايه بقى؟ عايز الكيو دوت هنا برضه. همسك السيستم ده كده اطبق عليه الفيرست لو
في ورك هنا؟ لا مفيش ورك. الام دوت انا عارفه 44. طيب اتش 4 انا جبته اصلا، انا كان عندي اثنين بروبرتيز هنا فجبت الاتش، واتش 3 انا حسبته من شويه. طب التربينه مش مش بتزود الماس فلوريت ولا تقول ايه؟ التربينه مش بتزود الماس فلوريت ولا مش بتزود؟ التربينه بتضغط تاود بريشر، ملهاش دعوه بالفلوريت. لا الماس فلوريت اصلا مش هينفع اخلق ماده داخل لي ماس فلوريت اطلع اوت، مفيش ماده. تمام ماده هتفنى تستحدث. تمام بس انا اظن في حاجه ممكن تقلل الفلوريت صح؟ لا. يعني انك تخزن بقى. اه بالظبط انا بخزن. عايز تقلل فوريت خزن. زي كده ما اقدرش خالص تقلل فوريت. تمام كده يا مسعدي؟ تمام. حد عنده اسئله فيها؟ هو بيدوم لك، هو قايل لك ان التوتال باور ب 100 ميجا وات، وقايل لك ان العلاقه بينهم في واحد على 102 ب 0.8. فانا دي جيب من عندي، انا مش عارف، انا ما اعرفش المعلومات ايه، بس دي جيب من عندي برضه. انا عايز اقول كام حاجه كده عشان برضه تبقوا عارفينهم يعني شويه مسائل ثانيه. انا ان شاء الله هحاول انزل لكم مثلا فيديو او حاجه في شويه حاجات مسائل يعني شيء كبير قوي. يا ريت يا ريت. بس ما حقش نغطي كل افكار المره الجايه. اه هو في فروع كبير قوي، بس في شويه حاجات عايز اقولها يعني حاجه برضه مهمه انتوا عارفينها. في شويه مسائل كده في الاخر هتلاقيه بيقول لك ايه؟ رسم لك مثلا تربينه بيقول لك انا موصلها بالكمبريزن. تاني كده؟ هو كده موصل التربينه دي بالكمبريزن، يبقى الورك اللي خارج من هنا هو الورك اللي ايه؟ اللي داخل هنا. يعني دي برضه يعني تكون عارفين عشان انت يعني ممكن ايه تقعد تفكر على نفسك لو انت مش عارف كده. هو قال لك كونكتد، هو قال لك الورك اللي انا بس بدخله هنا اخده هنا، يبقى انت تحسب الورك دي وتدخله دي، او تحسب الورك دي وتاخده تحسبه دي. نفس الشرط. لا بيختلف طبعا. الورك اللي هنا ده كان ورك التربينه، كان ورك خارج. يعني كان ورك انا بستنفع منه. يبقى هنا كان بايه؟ انا قصدي يعني ان هم قد بعض كان قد بعضك قيمة، بس طبعا لما باجي اقعد في الفيرست لود بتاعهم كل واحد مختلف عن الثاني خالص. يعني لما اجي اخد ده سيستم اعوضه بالبوست، لما اجي اخد ده سيستم اعوضه بالنيجا. انت بتركز فيه، انت بتعمل على السيستم بتاعك كده دايره، تبص بقى الورك داخل الورك خارج، الكيو داخله الكيو خارجه، وتمشي بالسايد كونفشن اللي احنا متفقين عليه. ولكن انا بتكلم كقيم. المسائل اللي تحت يعني اكيد كانت طويله، بس مش صعبه قوي ان شاء الله. يعني حل شويه كده وانا زيها لكم بحيث تشوفوا الدنيا برضه. لو حد عنده اي حاجه ممكن يكلمني او يجيب المكتب يعني مش هتتكلم فيه. خلصت النزاع طلعها ورقه تبقى خلي بقى كده خلاص يا باشمهندس.